وضح الكيان الإسرائيلي قديه هو قادر أو عم يحاول يستغل الأولمبياد لحتى يوصل صورة جميلة عن نفسه، ولكن في شباب على السوشيال ميديا عم يحاولوا قدر المستطاع أنه لا، هي الصورة ما رح تتوضح ولا رح تكون هي الصحيحة. شفنا هون يمكن عم يصوروا اللاعب الإسرائيلي أنه هو مثله مثل الكيان كله، مغتصب ومجرم بكل حالاته، سواء بالأولمبياد أو على أرض الواقع أو صحيح. بالتعامل مع الأطفال أو حتى وقت يروحوا على مكان يكونوا سياح فيه. صحيح. للأسف دائما معاملاتهم إجرامية، دائما يعني حاطين مثل ما بيقولوا تاج على رأسهم. صحيح. ولكن هي الممارسات يعني كلياتها عم يحاولوا من خلال هاي الفيديوهات أنه تنفضح وتكون واصلة رغم كل القيود يلي محطوطة عبر السوشيال ميديا. يعني مثل ما عم تابع الفيديو اللي رح يظهر على الشاشة، هذا الفيديو اللي عم بيصور اللاعب الإسرائيلي أو لاعب كيان الاحتلال الإسرائيلي ويلي عم يفضح في جرائم الاحتلال، مثل ما ذكرتي يعني موضوع تصحيح الصورة أو إيصال صورة غير صورة الكيان. خلينا نتابع شو بيتضمن هذا الفيديو سوا. يعني مشاهدينا مثل ما تابعنا اليوم، هذا فيديو من العديد من الفيديوهات اللي عم بيقوم فيها الشباب العربي، الشباب المتضامن مع القضية الفلسطينية والأهم المؤمن بهي القضية الفلسطينية وبحق عودة الأراضي لأصحابها. اليوم يعني الأولمبياد يمكن كانت فرصة صغيرة ليجرب هذا الكيان يجمل صورته الإجرامية بشكل عام، ولكن اليوم الأهم أن لا ننسى وأن لا نعتاد المشهد. اليوم في مجازر كتير كبيرة مؤخرا ومن يومين يعني تم جمع الأشلاء تبعا للوزن، يعني قديش وصلنا لمرحلة كتير بشعة من الإجرام ومن الوحشية بهذا القرن. هي كانت أولى أخبارنا لليوم، ورح نروح لخبر تاني على الشق المحلي أو الخدمي، يتعلق بتحديدا محافظة طرطوس. ويلي قبل ما نروح لموضوع أو محور الخبر، عم نعاني يمكن بشكل عام مشاهدينا سواء بطرطوس أو بكل المحافظات السورية من موضوع نقص المياه، وهذا الشيء عم نلاحظه مؤخرا. صحيح. هزار، هلا مو نحن اللي ما عم نتحمم زيادة، إنما المي ما عم تجي زيادة. للأسف يمكن هاي المشكلة بشر موجودة بأغلب المحافظات تبعا للعديد من العوامل، سواء الكهرباء سواء المحروقات اللي ما عم تساعد أبيرة المي بأنها تشتغل مزبوط. مشاريع المي عدا عن أنه المشاريع بتكلف كثير، نحن ما بدنا كمان نحط الحمل كثير على العاملين والقائمين. صحيح. على الموضوع يمكن في كثير من العوامل مثل وجود الشباب العامل. صح. أوقات الآليات حتى عم يكون بدها قطع غيار تماماً. تأمين الأبار يعني هي بحد ذاتها مشكلة اليوم تماماً. استجرار المياه من منطقة لمنطقة كمان عم بيكون مشكلة. الخبر بيقول وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف يدشن مشروع إعادة تأهيل خط الجر الثاني لمنطقة القدموس وريفها، ما يسهم بشكل كبير بتحسين الواقع المائي في المحافظة. وبالإضافة لهذا الموضوع يعني في شق ثاني يتعلق بأيضا تدشين منشآت سياحية ووضع حجر أساس لعدة مشاريع في مختلف مناطق محافظة طرطوس قام بها وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني. اليوم يعني النشاط
بمحافظة طرطوس على الصعيد الحكومي كبير، وشفنا يعني اهتمام كبير بهذه المحافظة على أمل، وأكيد يعني جهود تبذل اليوم لتوسيع رقعة هذه الاهتمامات وهي المشاريع لكل المحافظات السورية. شفنا اليوم مشاريع سياحية متميزة ومميزة انطلقت بريف دمشق، حكينا عنه بحلقات سابقة. بالإضافة اليوم الاهتمام يجب أن يوجه أيضاً للمحافظات يلي بتشكل جاذب سياحي كبير لسوريا، منهم محافظة طرطوس، محافظة اللاذقية وغيرها. صحيح، يمكن بشار هذا الاهتمام المفروض يكون هلأ وبكل سنة، وأكيد جهودهم مشكورة جداً، لأنه يمكن عم نشوف العديد من الناس أو المستثمرين صحيح. عم يستغلوا أوقات هاي المواسم السياحية صحيح. لحتى تكون غالية. أهمية هذه الجولة تنبع من كونها تشتمل على أنماط متعددة من المشاريع، منها المشاريع الاستثمارية الموجهة لصالح الجهات المالكة، خاصة مجلس مدينة طرطوس، بما مجلس مدينة طرطوس بما يمتلك من مواقع مهيئة للاستثمار، يعني بفضل ملتقيات الاستثمار السابقة والعقود النوعية اللي تم إبرامها أصبح لديه وفي المستقبل سيكون لديه مداخيل هامة تسهم بزيادة الرصيد المالي والإيرادات المالية لهذه الوحدة الإدارية الهامة اللي بدورها عم تقدم خدمات لكل أهلنا ومواطنينا في طرطوس. هذه المشاريع ستشكل إضافة مهمة للبنية التحتية للسياحة في محافظة طرطوس، ولها أثر تنموي كبير لتوظيف العمالة المحلية وربط مخرجات المعاهد الفندقية بسوق العمل. طبعا أكيد هذه المنشآت متنوعة ويعني منتشرة على مساحة طرطوس، منها ما هو على الشريط الساحلي ومنها ما هو في المناطق الجبلية. نروح معكم مشاهدينا لباقي أخبارنا لليوم. يمكن هذا الخبر هيك بفرفح القلب بنغنيش، من شاب يتبرع بتكاليف حفل زفافه لمستشفى خيري بحما. تبرع شاب بحما مقبل على الزواج بتكاليف حفل الزفاف المرتقب للمشفى الخيري التابع للجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية، علما أنه بذات اليوم كان في عائلة مغتربة تبرعت بنفس الوقت. مجمل التبرعات كان 4 غرف عمليات. هذا الشيء يمكن أو هذا الرقم 4 غرف عمليات، يمكن بشار هذا الشيء يعني إنه صغار قلال كذا، ولكن بحصة بتصنط جرة. ونحن عم نحكي عن 4 غرف عمليات، قدي مجهزين، قدي فيهم كوادر، شو الأجهزة اللي انحطت فيها. أكيد هذا الشيء يمكن بيساعد كتير المشفى صحيح. ويمكن بالنهاية هو شيء منيح لزوار المشفى ومراجعينا. هلا بشكل عام اليوم
اليوم القطاع الطبي بشكل عام بسوريا عم بيعاني من نقص نتيجة يعني فرض مجموعة من العقوبات على الجانب الطبي، ولكن بالمقابل اليوم يعني المبادرات كتير مميزة. كنا عم نحكي عن تكاليف الأعراس والزفاف يلي عم يتم بذلها وتقديمها بالأعراس بشكل عام، ولكن اليوم هاي اللفتة كتير مميزة إن نستغل هذا المبلغ أو هذا البذخ والترف يلي عم بيكون بخدمة المجتمع أو بتقديم عمل خير. فأكيد هذا الزواج أكيد نبارك للعريس، وأكيد هذا الزواج إن شاء الله بيكون مبارك إذا هيك النية بديانة وإذا هيك الزواج. شوف الشباب شو بيفرحوا وبيفرفشوا بهيك شغلات، يعني الخبر إيه بيفرح اليوم، الخبر بيفرح، ولكن على صعيد تاني إنه عرفت خلص من ترتيبات عرس، عرفت عمل خير من جهة، وبنفس الوقت خلص من ترتيبات عرس وعجقة ودنيا وهذا ظبط وهذا ما ظبط وردة هيك، عرفت بحط راسه على المخدة هو مرتاح إنه مصاريه راحت لعند ناس عم تشتغل بخير، لعند ناس مرضى، مو لعند عالم حتطلع من العرس للأسف حتحكي الأكل ما كان طيب واللبس ما كان ظابط. إيه أنت بتكوني حاطة كل هاي المصاريف وآخر شيء أيه ما عملوا هيك، لا بعمل فيهم خير صح. أحسن بكتير. صحيح. هاي كانت مشاهدينا يعني جولة على مجموعة من الأخبار بالإضافة للحديث عن غزة يلي لن تغيب.